سورة الإخلاص ما هي إلا 4 آيات فقط، عبارة عن 15 كلمة، 47 حرف، لكن شوف فضائل الصورة وتعرف على معاني الصورة. انت بتقرأها كل يوم، معظمنا بيقرأها ورا الصلوات، بس اعرف معانيها وتذوق معانيها. ليه الصورة دي نزلت من القرآن؟ سبب نزولها، سبب نزولها كفار قريش كانوا بيعبدوا الأصنام من دون الله، يعبدوا صنم اسمه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، أصنام كتيرة، واللات والعزة، بيعبدوا أصنام. لما النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة، فقالوا له إيه يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ صف لنا ربك، إيه الإله اللي أنت عايزنا نعبده؟ وصفه إيه؟ شكله إيه؟ نسبه إيه؟ فنزل قول الله تعالى قل هو الله أحد. لما تيجي تقرأ السورة تقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هي السورة دي اسمها سورة الإيه؟ الإخلاص. ومع ذلك ما فيش كلمة الإخلاص جوه السورة. لماذا سميت الإخلاص؟ لأنها اشتملت على كل التوحيد لله عز وجل، اشتملت على إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى فسميت الإخلاص. قال قل هو الله أحد، أمر من الله تبارك وتعالى ردا على المشركين، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم الله أحد، اسم من أسماء الله. لما تدور في القرآن مش هتلاقي أبدا إلا في سورة الإخلاص الاسم ده من أسماء الله تبارك وتعالى. أحد يعني واحد متفرد عن غيره، ليس له شبيه، ليس له مثيل، ليس له نظير، ليس له ند، أحد، واحد متفرد عن غيره. فالله عز وجل هو الواحد، لأنهم بيعبدوا إيه؟ أصنام كثيرة في الأرض، لكننا نعبد إله واحد، لا شبيه، لا مثيل، لا ند، لا نظير له. قل هو الله أحد، الله الصمد. يعني إيه الصمد؟ الصمد العلماء قال لك السيد الذي إليه منتهى السؤدد، سيد الخلق على الإطلاق. الصمد اللي يصمد إليه الخلائق، يعني الخلائق تحتاج إليه وهو لا يحتاج إليهم، كل الخلائق مهما على شأنهم يصمدون أن يحتاجون أن يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. الصمد اللي هو كامل في صفاته، يعني الصمد اللي هو كمل في رحمته، كمل في علمه، كمل في سمعه، كمل في جبروته، كمل في كل شيء. عرفتش الصمد يعني ايه؟ الذي كمل، يصمد إليه الخلائق، يحتاج إليه الخلائق وهو لا يحتاج إلى أحد. قل لهم يا محمد، قل هو الله أحد، واحد متفرد، الله الصمد الذي يصمد إليه الخلائق، يحتاج إليه الخلائق. قال لك لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، دي ردا على مين؟ على اليهود والنصارى، لأن النصارى قالوا المسيح ابن الله، اليهود قالوا عزير ابن الله، فجاء الرد عليهم لم يلد ولم يولد، لأن الله عز وجل ليس له ولد وليس له زوجة وليس له أب وليس له أم، لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى ذلك. دي صفات نقص، انت محتاج لزوجة تكون معاك، تأنسك، تعمل لك أكلك، تعمل لك شربك، محتاج لابن يكون سند وعزوة ليك، محتاج لأب تلجأ إليه، محتاج لأم تاخد عطفها. الله عز وجل متنزه عن كل ذلك، ليس عنده نقص، لا يحتاج إلى الخلائق، ولأنه كمل في كل شيء فهو لا يحتاج إلى أي شيء.
الله عز وجل له عبيد، نحن عبيد لله تبارك وتعالى، لكنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني إيه ولم يكن له كفوا أحد؟ كفوا أحد يعني ليس له أحد كفء له. في بعض قراءات الصورة يقول لك كفوا، مش كفوا، كفوا. بعض القراءات يعني الله عز وجل لا يكافئه شيء، ليس له ملك نظير له، وليس له حاكم نظير له، وليس له رب نظير له. الله عز وجل متفرد في خلق، متفرد في ألوهيته، لا ينازعه فيها أحد. كل الآلهة اللي انت بتسمع عنها وبتقرأ عنها آلهة مزعومة، آلهة باطلة، سواء كانت من الأحجار أو كانت من البشر أو كانت من الحيوانات، أي آلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كان الكون فسد. لو في إلهين في الكون كان فسد، ولذهب كل إله بما على عليه. لكن الله عز وجل كفوا، أي ليس له كفوا من أي أحد، لأنه متفرد في ذاته وفي صفاته وفي علويته. أنت عارف الصورة البسيطة ديت اللي معانيها جميلة جدا تحببك فيها، انت عارف لو حبيت الصورة دي ايه اللي هيحصل؟ ادي اول حاجة، شوف الفضائل بقى. لو حبيت الصورة بعد ما قرأتها كده ولقيت معانيها جميلة، حبك للصورة دي دخلك الجنة. عايز ايه اكتر من كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان ارسل واحد في سرية بيصلي بيهم، كل ما يصلي يختم معهم بقول هو الله واحد، قول هو الله واحد. الصحابة كأنهم استنكروا عليه ذلك، راحوا اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اسألوه هو بيقرأها كتير ليه؟ قال أحبها، فيها صفات الرحمن، ده فيها صفات ربنا. فقال له حبك إياها أدخلك الجنة. الصورة دي دخلت صاحبة إيه؟ الجنة. أخبروه في رواية تانية أن الله يحبه. يبقى أنت لو عايز ربنا يحبك تعمل إيه؟ تحب صورة قل هو الله أحد. هل تعلم أن صورة قل هو الله أحد تعدل قد إيه من القرآن؟ ثلث القرآن، تلت القرآن. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن أو يقرأ القرآن؟ يقرأ كله هو الله واحد 3 مرات. يبقى أنت كأنك قرأت القرآن كله. إيه الفضل ده وإيه العظمة دي؟ الصورة دي ما ينفعش يا جماعة ننساها أبدا. تلت القرآن، يعني خلي بالك ما بتغنيش عن قراءة القرآن. مش معنى كده ان انت تقرأ كله واحد وتسيب القرآن كله، لا، هي تعدل ثلث القرآن في الأجر. يعني لما يقول لك واحد صلى بعد الفجر وقعد صلى الضحى، اتفضل امشي، وقعد صلى الضحى، هل معنى كده وكتب له اجر عمره معنى كده ان هو ما يعملش عمره؟ لا، ده هو اجر العمره. لما واحد يعمل عمره في رمضان ويكون اجرها كالحج لا يغني عن الحج. فانا عايز اقول لك ده الصورة ما شاء الله تعدل ثلث القرآن، ان انت لو قريتها 3 مرات تاخد اجر قراءة القرآن. يبقى ما نضيعش الاجر دوت، صح ولا لا؟ ده بعض الروايات من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. لما تكون صورة بالبطن